يا عم. تعالي يا عم. تعالي. ماشي يا ابو علي. تعالي. زعلنا ثاني. زعلنا كده يا معلم. ماشي يا عم الدكتور. خلاص ما خد الطريقه بتاعتك. يا ابني مش هسيبهم في حاجه يا رجاله. مش هسيبهم. عارفهم عارف اهليهم وعارفهم تلميذ تلميذ واحد واحد. مش هسيبهم. مش هسيبهم. حاضر حاضر. شوف الجرح اللي في راسك ده. لو سمحت لو سمحت اذا كان ممكن حته تلج وشويه بن. حته تلج وشويه بن. الله يخليك. حاضر. لا 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 ان شاء الله جرح سطحي ما فيهوش اي حاجه ولا اي بتاع. ايوه كل ده وما فيش حاجه. الدم خفيف قوي يعني ما فيش حاجه خالص. كل ده وما فيش حاجه. مفيش حاجه ايه ده بس. انا شويه شويه هعوم فيه. ايوه بس هتحط ايه ده؟ ولا حاجه مش هتبن. هيوجعوني. ايه بقى يا سيدي اللي حصل بقى؟ انا هقول لحضرتك على كل حاجه. سرقت منهم حاجه ولا حاجه؟ سرقت منهم حاجه؟ لا ابدا ابدا. ايه في بينك وبينهم طار بعيد؟ اطلاقا. امال عملوا فيك كده ليه؟ دول ايه ده؟ تلاميذ عندي في المدرسه. تلاميذ عندك في المدرسه؟ ايوه. يا سيدي انت بتشتغل مدرس؟ لغه عربيه ودين كمان؟ ايوه. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. امال التلاميذ دلوقتي بقوا بيعملوا كده في اساتذتهم؟ ايوه. ده انتوا الحال اتدحضر بيكم قوي كده. ليه وليه 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 بقى؟ ها؟ تمن الملزمه يغلى من 8 جنيه ل 10 جنيه، ليه وليه؟ ما كل حاجه بتغلى. ايوه طبعا. الورق بيغلى صح؟ والحبر بيغلى، مش معنى العلم يعني مش هيغلى. استحملني في دي. ماشي. العلم لا يقدر بثمن. أيوة. يا استاذ اسم الفصيح ايه؟ ايوه حسن حامد الطحش. ايوه ايوه ابني فوزيه. انا ايوه فوزيه. الله احنا هنجيب سيره الام يا اخينا. ما تحترم نفسك شويه. انت ما تعرفنيش لك حق ما تعملناش قبل كده. ايه هيطلع فيلم هندي في الاخر وهتطلع ابويا ولا ايه؟ مش بالظبط. ايوه يعني مش ابوك ابوك يعني. انا باعتبار يعني ان الخيال والد. معلش اهدى اهدى بقى. خلاص خلاص بح 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 بح. انت خالي الذي في ال. ايوه ايوه انا خالك الذي انا محفوظ محفوظ زلطه. خالي محفوظ. صدح 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 صدح. لا بتوجع دي بتوجع دي. طمني هيبقى كويس يا محفوظ. لا يا فوزية انا بقالي 20 سنة في حرب ما خلصتش ما بين إصابات وضحايا. مش أي حاجة زي الفل. حتى الجرح الجرح مش باين حتى. أمال الصداع ده من هي يا خال؟ صداع صداع يا محفوظ. إيه شوية دلع ملح يعني مش أي حاجة. ما تسترجل شوية بقى يا حسن، عايزين نتفرج على التلفزيون يا أخي. معلش يا خال بقى أول مرة تشوفني وأنا مضروب كده. من مين؟ من تلامذتك. عارف يا سيد حسن؟ إيه؟ أيامنا برضو كان المدرس ليه هيبة كده وقيمة. ما كانش حد يستجري يهوب ناحيتي. إحنا ما نوعاش بقى على الأيام دي يا خال. سلامتك يا خال. من أيام زمان أيام ما كنت تلميذ في المدرسة كنا بنجنن الأساس. لكن حد يمد إيده على أستاذ عمرها ما حصلت. ده التطور الطبيعي ولسه يا عالم يا عالم بكرة هيحصل إيه تاني. يوه ما توطوا صوتكم شوية يا إما خشوا اتكلموا جوه. أنت يلا يلا قوم معايا يا حسن. يوم عليك على فين يا فوزيه؟ على المستشفى نكشف عليه نطمن ان ما جالوش ارتجاج في المخ ولا حاجه. مستشفى يا فوزيه وارتجاج في المخ ايه؟ ما هو قدامك اهو زي الطور ما فيهوش اي حاجه. وانت يعني كنت دكتور يا محفوظ؟ ده انا عايزه اطمن. يا خالي ما تتعبش نفسك معاها واتنين. هي امي كده بتخاف علينا من الهوا الطاير، فاكرانا عيال في اللفه. لفه ايه بس يا منى؟ ده بسم الله ما شاء الله اهو عامل زي الطور. والله التلاميذ لهم حق يضربوك. اتريقوا زي ما انتوا عايزين. برضه هتنزل معايا يا حسن؟ لا 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 يا ماما لا يا ماما لا كان بودي والله يا ماما لكن انا لازم انزل دلوقتي. اصل انا عندي مجموعه ولازم الحقها بدل ما يطلعوا عليا سمعه اني بضرب بوعيد. ربنا يجعل نجاحهم على ايديك يا مستر. ايه ده معقول هتنزل تشتغل وانت مبطوح كده يا ابني؟ نعم. لا وقت للراحه. السلام عليكم. ده انا عامله
عبد الله. عبد الله. باظ. الله المعلومات اكيد يا سيادتك. الله أكبر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقبل الله منا ومنك ان شاء الله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. تعالى يا عبد الله. استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. اللهم بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سبح ربك من ذهب لنا رب العالمين. وانت توضيت مولانا؟ لا والله. وانا نعرف حتى القبله منين. بس احنا ياما شفنا ايام اسود مني بكتير. بس كنا بنتصرف. ربك رب قلوب. ايه ده؟ طلعوه من البؤجه بتاعتك. رجوع الشيخ الى صباه. كنا بنتسلى يعني. يريدوا ان ينام. لا والله نتسلى. تعرف سعادتك يعني الواحده بعيد عنك وعن السماعين صعبه. غالي
الثقافة حلوة ولا ايه؟ حكايتك ايه؟ جاي ليه؟ شغال مع مين؟ بتحمي مين؟ قصتك، احكي لي قصتك. يعني سعادتك اجاوب على اي سؤال فيهم. ايه رايك نبتدي من الاول تاني؟ عندك مانع؟ لا ده ما عنديش اي مانع الا لو سعادتك هذه في مشكلة مع المروحة لا سمح الله. مروحة يا محفوظ؟ ما هي المروحة دي هي أصل الحكاية كلها. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب يا ريت بقى سعادتك يعني لو كوبايتين شاي في الخمسينة كده عشان نتكلم بقى ونقول بقى ونلعلع. يا ريت لو شوية حلب حصل لعبد الله، لأن بطنه بعيد عنك يعني خراب. خراب؟ بطنه خراب خراب خراب. يا فهد! لا تخف، لا تخف. احكي احكي يا محفوظ. الحكاية بدأت لما اتنصب علي سعادتك في شركة توصيف الأموال ودوني بدل فلوسي مراوح. مروحة؟ مروحة وشوية أصاري، مش أصاري زرع، أصريات بتاعت الأولاد عشان عبد الله مثلا خراب خراب وشوية إني برصاص. ساعتها الدنيا سودت في وشي. كان لونها بامبي. بس بامبي بزيادة يعني. قلت اتمسك بالامل وادور على فرصة تانية اعوض بيها اللي خسرته، وفعلا الفرصة جت بس مش هنا. عقد عمل في بلاد برا. وقف يودعني عند باب الاتوبيس بنفسه. كان أصيل بشكل وغالب صحيح. سألت نفسي وبيها معقول في كده؟ الرحلة كانت سهلة ومتيسرة على الآخر، ما حسيتش بيها خالص. لما وصلت اكتشفت قد ايه امي كل اللي قالهولي الافوكاتو نصر شفته بعيني اول ما وصلت. بحور العسل واللبن والحور العين. سفرية هتاكل من وراها الشهد. وكله شرعي. بعلم الحكومة وأوامرها. أمال يعني تبقى أمي دعالي إزاي؟
انا اصلا ماليش في ضرب السلاح. السلاح انا ما دخلتش الجيش اصل من غير مؤاخذه يعني عندي التصاق في التخزين وفلات فود. النظر بقى النظر مفيش نظر. اه كبير ده كبير كبير اللي هنا هيبته باينة الكبير. الكبير انت ايه معايا ولا ايه الكبير؟ ايه يا ابويا ايه يا ابويا؟ هو في كده مين؟ مين ده؟ مين؟ مين؟ درس العرب والدين لكام بقى؟ يخرب بيتك يا غالي بره. اه واللي بره مين ده؟ احنا اه ده احنا معلمين. لو الباب يخبط نعرف بره مين، نعرف بره مين. اه كله على كله. الراجل كان متصاب وغرقان في دمه، وبرغم انه طلب مني امشي واسيبه وانقذ نفسي ما حسيتش غير وانا بشيله على كتافي وبجري بعزم ما في. صحيح هو خلاني امير على 3 من الاخوة بس، لكن اهو يعني لقب شرفي أمير كانت بداية مش أكتر، بداية لطريق طويل وصعب ولذيذ. نسيت معاها العالم والناس، نسيت الأيام والليالي والشهور والسنين. ولقيت بين إيدي في يوم أغلى هدية من السماء. جعفر؟ لا 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 عبد الله ده ابني التاني. جعفر كان زمان دلوقتي قرب على 20 سنة.
هو مات؟ الله يرحمنا جميعا. سرايا كمان ماتت. قادر تكمل؟ أنا كنت واقف لعندي إيه؟ أيوة يوم ما اتولد ابني الأولاني جعفر، قلت يوميها بقى إن أنا ألم حالي ومحتالي وأجيب مراتي وابني وفلوسي. فلوس ايه اللي تجيبها؟ فلوسي اللي اتغربت علشانها، اللي حوشته بطلوع الروح من يوميها. واليوم ما اتنصب عليا في توظيف الاموال، عرفت ان القرش هو السند الوحيد ليا في الدنيا اللي عمال اتلطش معايا على طول الطريق. طب انت ما رجعتش ليه ساعتها؟ الحكومة سياد. ومن يوميها كنيتي بقت أبو عبد الله المصري. ده طنطا ولا لا؟ انت ايه اللي خلاك ترجع مصر دلوقتي يا محفوظ؟ انت مفيش فايدة فيك؟ انت هتتكلم يعني هتتكلم؟ ليه رجعت هربان في صندوق يا محفوظ؟ ليه ما سلمتش نفسك للسفارة المصرية؟ الفن باقل اللي بقالك اسبوع عمال تلت وتعجن فيه، ده هو اللي قلته في جوانتانامو، لكن مش هسيبك يا محفوظ، فاهم؟ مش هسيبك. اللي شفته هناك كوم، واللي هتشوفه هنا كوم تاني، وهتنطح تفهمني ان هي دي كل الدولارات اللي رجعت بيها.
ايوه يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، محفوظ محتجز عندكم بقاله شهر تقريبا، وده شيء غير قانوني بالمره. معايا بره اتنين بتوع حقوق الانسان حضرتك عارفهم طبعا. غالي برضه ما غيرش كلامه سيادتك. احنا بقالنا شهر بنستجوبه وما طلعناش منه بحاجه. وبعدين الجماعه اللي فوق عايزينه يطلع. خلاص. راقبوه ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. انا شايف ان كده احسن حاجه سيادتك. لو قعد هنا العمر كله مش هنطلع منه حرف. الراجل ده قعد في جوانتنامو 3 سنين ما طلعوش منه كلمه وفي الاخر مشوه. بس قرار حضرتك صح، على الاقل لو خرج هيكلم حد، هيتصل بحد اهو،
على الاقل نعرف نمسك عليه حاجه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تقبل الله شكرا. من نومكم يا سيدي. محفوظ محفوظ. الحمد لله على سلامتك يا محفوظ. والله الحمد لله على سلامتك يا محفوظ. ده فوزية والأهل فرحوا قوي انهم هيشوفوك. وانت زي ولادك دلوقتي؟ لا الحمد لله. الواد حسين الكبير. ايه مالك؟ الواد حسين الكبير بيشتغل عند واحد محامي في الهرم. وفي حاجه حسن طلع مدرس عربي زيك كده. انها منة الله بقى دي انت ما شفتهاش. دي لسه ما خلصتش تعليمها. ما حضرتهاش. غلطه بقى. جت غلطه كده. الحمد لله. ايه حاجه؟ ايه امسك عبد الله خليه معاك ثانيه واحده. ده ابنك ده؟ بسم الله ما شاء الله. راح فين؟ اكتب يا سيدي اكتب. ايها الاخوة الاعزاء، لقد حانت البشارة كما توقعنا، وكانت عودة الامير المظفر تلك العلامة على النصر التي هو من عند الله، وقد كانت عودته هي التي الهبت مشاعر الاخوة الصادقة التواقة للنصر او للشهادة.
الحمد لله الذي اظهر الحق وطلع ماليش دعوه باللي حصل. امال تسمي اللي حصل ده يا محفوظ؟ صدفه مثلا؟ والله سعادتك سميه زي ما تسميه، المهم ان انا طلعت براءه. وبعدين يا محفوظ؟ ولا قابلين يا باشا، زي ما سعادتك عرفت كده من التقرير، انا ماليش دعوه باللي حصل وماليش دعوه كمان باللي هيحصل بعد كده لا قدر الله. احتياطي احتياطي. انت متاكد ان هو يا حامد؟ اوه انا مش مجنون يا فوزيه ولا بخرف، بقولك شفته والله بعقد الهاء، شفته وكلمته زي ما بكلمكم دلوقتي. ما جايز راحت عليك نومه وانت في الجامعة يا حامد وجالك في الحلم، عادي يعني بتحصل. طب انا كنت بحلم. ماشي دي ايه؟ ايوه صحيح. ما بعيد ابني بعيد، خليك بعيد علي يا نعمة، خايف لينفجر فينا. اذا كان ابوه يا دوب حط رجله في الحاره، الحاره كلها فرقعت. انت معك حق يا ده رمزي، محفوظ جاي وجاي معاه مصيبه، بس من اول يوم كده. الله 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 الله، ايه ده ايه ده كله؟ دي حرب دي ولا ايه؟ الله ايه ده يا جماعه؟ حد بص من البلكونه، الدنيا قلق، الحته مقلوبه مطافي وبوليس وقلق. انت متاكد ان هو يا حامد؟ حد يرد عليها، حد يرد عليها بدل ما تهور. انا ايه ده؟ هي بتساله عن مين؟ عن خالك. خالي مين؟ ما هو خالي اهو. لا مش ده، خالك التاني بقى. خالي يحيى يعني؟ طب ما هو خالي يحيى ده حد بيشوفه. ما خلاص بقى، اللي عيلي يا عيلي بقى. لا مش هو، لا خالك التالت بقى. خالي الايه؟ لا اوعوا تقولوا هو ده. بعيد، خليك بعيد. يا ساتر يا ساتر يا فندم. ما هو الكلام برضه لازم يبقى بالعقل، الراجل لسه خارج من عندكم، تقوموا ترجعوه هنا تاني، ما تسيبوه ياخد نفسه. والله رجليه هي اللي جابته، وبعدين الراجل ده وراه حاجه وانت عارفها كويس. الكلام ده بقى اسمح لي حضرتك، كلام مرسل مفيش عليه اي ادله. والله احنا مش غاويين وجع دماغ ولا وجع قلب، ما بيجيش عندنا هنا الا اللي غاويهم. طيب ولو فيها رزاله يعني اسمح لي حضرتك اشوفه؟ ايه؟ محفوظ زلط. طب ما تشوفه. بجد؟ هل هتسمح لي اني اشوفه؟ عندك اهو. خرج. خرج؟ ايوه خرج. اسكت انت، بتفهم في القانون قرات، احنا بنفهم فيه 24 قرات. خليك في حالك يا محفوظ. امشي جنب الحيط، ولو تقدر امشي جوه الحيط نفسه. لو عملت كده احتمال ما نقابلش بعض تاني. يسمع من بقك ربنا. والله يا شاكر باشا انا ما اقصدش حاجه طبعا، انا اتمنى ان انا اشوف حضرتك، بس ما يبقاش في المكان ده، ما يبقاش هنا دلوقتي. انا مش طلعت براءه الحمد لله ومفيش عليا اي حاجه لغايه دلوقتي. طب يا ريت الحكومه بقى تعمل فيا جميله وترجعني من مطرح ما جيت، اصل بصراحه يعني بعد سنين الغربه دي كلها ما بقتش نسيت، ما بقتش عارف يعني اسماء الشوارع والميادين، اروح من فين، اركب له ايه. بعدين اسعار المواصلات بقت لا تطاق، التاكسي يطلب ارقام مهوله، ناس معاها فلوس لكل الحاجات دي، يعني مع انه مش باين انه عصر رخاء يعني. ما احنا عاملين المواصلات العامه للي معهمش يا محفوظ. والله ساعتك حاولت اركب مواصلات عامه، يا اما زحمه جدا، يا اما لو حتى يعني الاتوبيس جاي فاضي يشوفني يجري، ما اعرفش. ضروري طبعا. ضروري طبعا ليه يعني؟ انت مش شايف شكلك ولا ايه؟ مش شايف اللبس؟ مش شايف دي؟ ماله شكل؟ دي ايه؟ صحيح. طب ودي هديقه في ايه يعني؟ مش موضوعنا. هبعت معاك عربيه توصلك في اي حته انت عايزها. اشكرك يا امير. اشكرك. على محفوظ، يلا امشي. شكرا. شام
يا ريس. سلام النبي يا واحد النبي. صل على النبي. تعال يا واد، رحت فين؟ سيبيه يا فوزية. شو زماني ما نام؟ اسيبه ازاي ده ابن محفوظ؟ تعال هنا يا ابن محفوظ. تعال انت فاكره فاهمك، قولك دونام ودونام. هو عشان ابن محفوظ بقولك سيبيه. تي 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 تعال يا ابن محفوظ. فوزية افتحي يا فوزية يا محفوظ. خليكم يعني افتحي يا فوزية يا محفوظ. فوزية اهو فوزية فوزية هعمل زي راح بوم الانفجار حصل له. لقيت نفسي ممدد على الارض مش فاهم اي حاجه وانكم تشوفوا الا النور. اتشقت الارض على عساكر وظباط حب جرجروني لغايه هناك تاني. فين وفين بقى؟ فين وفين بقى؟ عقبال ما فهموا ان كنت بفك حسره وخرجوني والحمد لله اديني معاكم اهو. الحمد لله على سلامتك اخويا. الله يسلمك يا رمزي. الله يسلمك. ياه 20 سنة يا محفوظ. لا 23 سنة واربعة اشهر و12 يوم وكام ساعة لحد ما رجلي دبت على ارض الميناء. طب احكي لي كنت فين طول السنين دي وبتعمل ايه؟ بتاكل بتشرب؟ طمني صحتك عاملة ايه؟ كويسة؟ ايه يا فوزية ايه دي؟ استريح بس وهحكي لكم على كل حاجه بس من غير ما حد يسالني سؤال لاني اتهريت اسئله. يا طمنوني انتوا الاول بس، انتوا اخباركم ايه؟ احنا كويسين وزي الفل والحمد لله. اخوك الصغير شغال في البيزنس، المحل بتاعي هيفتح قريب قوي. والله زي ما تكون جاي عشان تحضر الافتتاح يا محفوظ. يا سيدي فرحني كده يا رمزي. والله بقالي سنين ما فرحت. بيزنس بقى ومكسب. ايوه المكسب بالنص. يلا شخشخ جيبك وارمي بقى يا كبير. ايوه يا سيدي شخشخ جيبك. انما احنا بقى بنسب على حطه ايدك من ساعه ما زبتنا واحنا كده. ويحيى اخباره ايه؟ يحيى مين يا محفوظ؟ يحيى عدى من زمان يا سيدي ما شاء الله. تعين في الجامعه واتجوز بنت بس من عيله جامده قوي، خلف منها عيلين.
ما بيعرفوش يتكلموا عربي ما شاء الله. وقالوا شالنا ورانا في حزب الحكومة يا سيدي. الحكومة؟ يا ساتر يا رب، بلاش غير الحكومة، ربنا يكفينا شرها. وينفع وقت عوزة برضو شاطر يعني ده وقت وسائل. وانا قلت حاجة فوزية؟ بقول لك يا فوزية، ما تقومي تعمل لنا كوبايتين شاي، وانت يا رمزي ما تشوف وراك ايه تعمله. ماشي يا عم حامد، ولو اننا لينا فيه اكتر منك. طبعا. انا بقى هقوم احميلك بقى عبد الله ده واخليه لك فله، وانت بعده تقوم تاخد دش كده وتديني الهدوم دي اغسلها. فجريها. عايز تفجريها بجد؟ تولعي فيها، مش عايز اشوفها تاني. انا عايز اعوض حياتي كلها اللي فاتت دي. لا لازم البس واتمتع. لا كفايه. يلا يلا يا عبد الله، يلا يا حبيبي. قبلتك فوزية. يلا يا حبيبي يلا. الهب يلا. والله يلا هو قدي خس. يا حبيبي بقول يعني انت كنت رايح تفك عصرة وانت بينك وبين البيت مفيش مترين. يا حبيبي ايه يعني رايح تفك عصر فيش بينك وبينها مترين؟ انت عارف لما بتحكم يعني هيكون في ايه يعني؟ بعدين بعد 20 سنة اول ما ارجع اخش البيت ادخل دورة المية شكلها مش حلو، مش حلو ابدا. يا بس يعني كل ده يحصل وانت بتفك عصرة؟ امال لو كان لا مؤاخذة يعني ربنا مسهلها عليك كنت عملت ايه؟ ربنا سهلها علينا كلنا يا سيدي. لعلمك انا جاي بقى لا ناوي على قلق ولا على اي مشاكل. انا عايز امشي جنب الحيط وجوه الحيط لو اقدر. ربنا يستر. ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. انما انت ان شاء الله باذن الله يعني قاعد معانا هنا ان شاء الله. انا مش قصدي حاجه طبعا. والله اذا انت تولع تنور تنورنا والله. يا مرحب يا مرحب. وزية نبي تأمني على انابيب البوتاجاز الله لا يسيئك. ازيك يا حاج حامد؟ اهلا وسهلا. قول لي الغالي موجود؟ اتفضل. يا ساتر اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا غالي يا ابن الغالي. اهلا 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 افوكاتو نصر. الحمد لله على السلامة يا محفوظ. ولا أقول لك يا أبو عبد الله، أنت بالذات تقول اللي أنت عايزه يا نصر، ده أنت منور الدنيا كلها. منورة بنورك، كفارة يا راجل. صحيح كفارة. أنا حاسس كأني خارج من تأبيدة. تعرف يا نصر، أول ما دخلت البيت هنا حسيت إني بعلم، وخفت اني افوق من الحلم ده الاقي نفسي لسه هناك عند اصحابك وحبايبك والحلم يقلب ويبقى كابوس. لا لا لا، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. يعني ما اتغيرتش يا محفوظ. بتهيألك تاخدش بالظاهر، انا من جوه اتغيرت كتير. لا ما عدتش انا، الدنيا هي اللي اتغيرت يا محفوظ. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ايوه ايوه، بس يعني كنا هنعمل ايه؟ اهي الطرق واتفتحت قدامنا مشينا فيه. كان ممكن ما نمشيش يا نصر، كان ممكن ما نمشيش. عارف يا نصر، أنا طول السنين اللي فاتت دي مستني اللحظة اللي أشوفك فيها علشان أقول لك كلمة واحدة بس. شكرا. على إيه يا راجل بس ما تقولش كده؟ على إيه؟ قول على إيه ولا إيه ولا إيه؟ على السفرية السقع اللي كلها نغنغه، ولا على اصحابك وحبايبك
اللي عشت معاهم احلى ايام حياتي، ولا على بحور العسل واللبن والحور والعين. ده انا امي كانت دعيالي بصحيح، كانت دعيالي. هو انا كانت نيتي خير يا محمود. الله، تقول لي على نيتك يا نصر. الله الله الله، اتكلم ازاي؟ ما نيتك دي اللي خليتك تبيعني انا واللي زيي للحكومه زمان وتقبض التمن. نيتك دي نفسها هي اللي خليتك بسم الله ما شاء الله دلوقتي محامي التقايل والطيارات على سن وربع. ده انت يا راجل اسمك دلوقتي بقى اشهر من نار على العلم. ده انا مفيش سيره غيرك، محدش بيتكلم غير عليك. طب يا راجل، ما انا كمان انا عملت مجهود كبير قوي، انا عملت مجهود خرافي عشان اطلعك من الامن. انا كلمت لك جمعيات حقوق الانسان من اولها لاخرها، انا قلبت الدنيا فوقيها تحتيها. وبكره بكرة الصبح عامل لك مؤتمر صحفي عشان اعلن خبر وصولك. يبقى انا بقى كانت نيتي خير. طول عمرك نيتك خير يا نصر، طول عمرك. الا هما سألوك على ايه في التحقيق يا محفوظ؟ عن كل حاجة يا نصر. هما سابوا حاجة ما سألوش عنها. طيب وانت قلت لهم ايه اللي حصل؟ وايه هو اللي حصل؟ اللي حصل يا نصر. والله زمان يا محفوظ، والله زمان. انا عاوزك بقى تحكي لي عملت ايه في السنين الطوال دي كلها، احكي لي. احكي لك انت على راسي وفوق يا عم مينا. انت مننا وعلينا، لكن اطلع في التلفزيون قدام الناس دي كلها ليه؟ بتاع ايه؟ عايزين يسجلوا حكايتك يا محفوظ عشان تكون عبره وعظه للشباب يا اخي. يا اخي مش عايز ابقى عبره ولا موعظه. الله، انا عايز ابقى في حالي يا اخي، امشي جنب الحيط وجوه الحيط كمان لو اقدر. عايز ابقى عادي. ايه مستترين عليا دي كمان يا عم مينا؟ لا سيبه، انت حر، انت الله. حر. هو ايه اللي حقك وابقى عادي؟ طب ما كل الناس العاديه النهارده بتطلع في التلفزيون يا محفوظ، اشمعنى انت يعني؟ يا سيدي مش عايز ابقى مش عادي، فيها حاجه؟ انا حر. قفل على السيره دي ورحمه ابوك يا رمزي. عايز تسجل انت؟ سجل. انا لا. ما هم لو كانوا عايزين يسجلوا معايا انا كنت سجلت يا محفوظ، بس دول عايزين يسجلوا معاك انت. يرضيك يعني كروشهم؟ دول عايزين يكيشوا يا اخي، يعني ممكن نطلع لك بمصلحه محفوظ. يا ابني انت ما بتفهمش، الراجل قال لك مش عاوز انزل، عاوز يبقى حر. ايوه انا حر. قول لهم فرصه ثانيه، قول لهم فرصه ثانيه. لما الواحد يقعد كده ويهدى ويستريح. ازيك يا عم مينا؟ الحمد لله، الحمد لله. اهم حاجه الهديان والراحه. انت وحشتني يا عم مينا. الله يخليك. وادي رمزي. ها، ما قالكش ايه يا مدى؟ يا ابويا، ايه يا ابويا؟ ايه يا مدى؟ صدق الله العظيم. كلمني. امال بكلم امي ايه؟ ميدا. بكلمك ماذا؟ ماذا؟ مش لازم تصلي ولا ايه؟ انا ان شاء الله نازل اصلي. طيب اتوضى وانزل معاك. طب استنى، رايح فين؟ رايح فين يعني ايه؟ رايح اتوضى عشان انزل معاك اصلي في الجامع. وانت هتنزل الجامع كده؟ وماله كده، في ايه كده؟ جلابيه وسديني فيها ايه؟ يا محفوظ انت مش ناقص يا محفوظ. مش ناقص ايه يا ابني؟ في ايه يا حبايب؟ ايه يا مانا في ايه؟ طيب خلاص، ما دام مصر بقى خش الدولاب عندي فيه جلابيه من بتوعي، خد الجلابيه وانزل حصلني. وعلى ما تتوضى اكون انا قدنت شهدت وخلصت ان شاء الله. ايه يا ابويا؟ ايه يا ابويا؟ في ايه يا ابويا؟ فين جلابيبه يا يا خبر؟ اي اي ايدك، اي ايدك، بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه؟ انت ايه يا عم؟ انت ايه يا عم؟ استنى استنى يا حسين، استنى يا حسين، يا حسين يا حسين، ده خالك، خالك محفوظ. خالي؟ خالي؟ اه خالي محفوظ اللي كان. انت مخلفه الشيء ده؟ ارفع ايدك لفوق. ايه يا ابويا ده؟ وانا بديك حقنه ولا ايه؟
ايه يا ابويا ده؟ ايه ده؟ يا خبر، هو حابب يتكش على زمان ولا ايه؟ زمان ده اللي هو امتى؟ انت طول عمرك بتفصل منه الدنيا محفوظ. انا بقى هضطر انزل اشيل شويه هدوم جديده. ماله واجب برضه يا محفوظ؟ اخويا ارفع ايدك كده. ما تعرفيش مش انت مش الجيران اللي فوق اهو خلقت على طول. يا ستي يا ستي يا ستي نضعوا مخطوط على اخاك يا غلطانه. ما تعرفيش ولا اعمل ايه يا اخوان له خالك؟ ايه ده؟ انت بالله يا اخي هو ده خالك اللي كنت بتنكره لما كانوا بيسالوا عنه؟ تنكر لي يا تحش ايه ده؟ تنكر لي يا تحش تنكر اصل ما حضرتش ولادته مش خالك اللي عرفت خالك معلش ولادته ايه؟ هدي نفسك يا ابني يا مالك يا هدي نفسك سيبكم سيبكم انت انت واقفه لسه بتعرفي كويس مسكني محفوظ كويس تعال شكم العبد لو بتتحمى في الولاد اهدى 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 بالله كده يا استاذ اسمك كريم اشرف مش كده؟ كده ولا مش كده؟ انت مين اصلا؟ وباي حق تتهجم علي؟ ده المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي. ايه يا خال في حاجه ولا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ نعم نعم انت عشان كمل نومك انت جاي شقيان. نعم نعم يا حبيبي بتقول انا اللي اتهجمت عليك؟ يا سبحان الله ده انت يا راجل اللي اتهجمت على البنت الغلبانه وعصرتها كانت هتفرفر في ايديك يا راجل يا راجل. بنت عامله زي العصفوره الرقيقه وانت بسم الله ما شاء الله بخل بخل يا اخويا اختي وبربيها. انت مالك انت بتتحشر ما بيننا ليه؟ ماشي يا عم ممكن يكون عندك حق بس افهم بس يعني البنت دي اجرمت في ايه؟ يمكن استفيد يا اخي. انت يا اخويا لو عندك بنت في سنها ترضى انها تتكشف على رجال وبشعرها؟ انت رايك ايه؟ رايي ايه؟ واحنا هندخل لبعض قافيه هتقول لي رايي ورايك؟ ده كلام ربنا. انا غلطان اني ما اجبرتهاش على النقاب. اما جوزتها الاول نطع يخبط على باب الشقه وهو بقى يبقى يشيل ذنبها ويصطفه. لا 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 يا اخ اشرف مفيش حد بيشيل ذنب حد كل نفس بما كسبت رهينه. جري يا راجل يلا كده ننزل نصلي العصر جماعه في المسجد تحته وبعدين بعد كده نبقى نتكلم. عيب لما تنطر ايدي عيب عيب. راجل كبير راجل طيب انت راجل حشري. اغير بس الجلابيه وبعدين ابقى اجي معاك اخرب بيتك حامد بسنينك. يلا 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 يا سيدي يلا 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 قوم نصلي العصر نروح. لا نصلي العصر سامع سامع او جاب لنا صوته بيجلجل. الله اكبر الله اكبر. ايه يا شروف مش جاي معانا؟ يلا حبيبي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تقبل الله تقبل الله يا اخ اشرف. منا ومنكم. ايه اخبارك ايه دلوقتي؟ مال يا اخويا؟ ما انا زي ما انا اهو. لا 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 زي ما انت وازاي؟ ايه ده؟ ده كلام يا راجل. يبقى الصلاه كده ما عملتش حاجه معاك. المفروض الأسرة دي تكون هدت نفسك خليتك أحسن وغسلتك من جوه يما ما يبقاش ليها لزوم خالص. أيوة الصلاة مش مجرد شوية حركات كده بنعملها
قيام وركوع وسجود، الصلاة أكبر من كده بكتير. زي ما هو الدين كده أكبر من اللحية اللي في وشك دي. الله. أيوة. والدين برضو أكبر من حتة القماش اللي نسيت أختك تحطها على دماغها قبل ما تطلع البلكونة. الدين أخلاق قبل ما يكون عبادات يا أخ أشرف. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال رفقا بالقوارير. قوارير زجاجة الرقيقة الصنع والدقيقة الصنع الهشة. وقبل ما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يتوفاه الله قال إيه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام قال إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. الست اللي اتخلقت من ضلوع الراجل من ضلع اعوج من ناحيه القلب. هو مش عشان اعوج يعني حاله مايل ما يتصلحش، لا. لو انت حاولت انك انت تقومه بالعنف ينكسر منك. الله ينكسر منك. يبقى تعامله ايه؟ تعامله برفق، برفق بالحسنى. النساء يا اخوانا، النساء دول هم دول إخواتنا، أمهاتنا، زوجاتنا. مش الدنيا دي فيها جناين؟ الجناين دي مش فيها ورد؟ ها؟ فيها جناين بيبقى فيها ورد ولا مفيهاش ورد؟ فيها ورد. فيها ورد. فيها. النساء بقى ورد جناين الدنيا. تخيلوا بقى. تخيلوا بقى. الله أكبر. تخيلوا بقى. صدقني الرحمة والمعروف هما اللي باقيين، وما دون ذلك فهو هباء وقبض الريح. الله يهديك يا ابو اشرف. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. ربنا يكرمك من امثالك. يلا يا ابو اشرف. جزاك الله كل خير. شاكر، انت مش شايف شغلك كويس. انت لو ما مسكتش القضية دي عيدا انا هشوم حد غيرك. دقيقتين عليك قدامي. اتفضل. يلا يا خاشة تعال. يلا تعال. اتفضل صالحة بقى. يلا يلا بينا على فوق. يلا بينا على فوق. ده اسمه صلح ده. صلحها. يلا. قول لها انا اسف. اعمل ايه؟ قول لها انا اسف. ما تعرفش تقولها؟ قول ورايا. انا اسف. اسف. شفت سهله ازاي؟ لا انا اسف مفيش حاجه. يلا يلا بص. نعم. بص على راسها. يلا. ايه بص على راسها دي؟ تعرفش تبص على راسها؟ دي اختك. يلا مفيش حاجه. يلا انطع الكريمه. انطع الكريمه وروح. ولا بص انا بقى. خد تعالى تعالى. طرح فين انت كمان؟ انت ما صدقت. ايه مش كده؟ مش كده؟ مفيش كده ابدا. يزيدي يزيدي. ايه بالراحه. تفضلي معي. تفضلي معي. تفضلي. ايوه شوف يزيدي يزيدي. تفضلي يا اختي. صح على بركه الله.
محفوظ. يا زيني يا زيني يا زيني يا زيني. شاكر انت مش شايف شغلك كويس. مش ممكن يخطف الناس في الجامع ويلمهم حواليه ويلطفوا في الميكروفون في الحته كلها وكمان التلفزيون يجي يصور. اوعى تقول لي انها صدفه. المساله بسيطه سيادتك. لا لا بسيطه ايه؟ احنا ممكن نلحق اي حاجه، ممكن نلحق اي حاجه قبل الشوشره. ازاي بقى؟ جيز فكرة. أنا جالي تقرير تاني عن منطقة باب الخلق. لا حضرتك تطمن. معقولة؟ أنا زي ما وعدتك مش هزيع. لقد حمل على عاتقه عباء الجهاد وحيدا، خرج من الظلام إلى النور ومن السر إلى العلن. أي قوة وأي شجاعة يا إخوان، لابد أن نقف بجواره، نؤيده ونسانده، وهي الشرارة الأولى يا إخوان، فلا بد أن نكون على استعداد تام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عشان كده كمشاش كمشاش في جلدك وبتترعش. لا انت يا جمال جمله يا حامد، الله يخرب بيت سنينك، انت لسه فيك الداء ده من ساعة الامن ما قبض عليك هو الماتش ونزلوا فيك ضربه. انت بتضحك عليا يا محفوظ، ايه الحاجه تضحك؟ انا بقول لك نبه عليا، قال لي مش عايزه تنزل الجامع تاني. قال لك ما نزلتش الجامع وما خشوش، ولا قال لك ما كلمش الناس؟ انا عارف بقى، وكان بيتكلم ده بان عليه ابكى، قاعد يشاور وبس، وانا بصراحه من ساعتها جدتي مش خالصه. يا راجل يا راجل، عايز تحرمني من صلاه الجماعه؟ بعدين لعلمك بقى انا ما كنتش بدي الناس دروس. انا كنت بكلم الوادي الهلف جره عشان يخف ايده عن اخته الغلبانه دي، وانت كنت سايب الميكروفون مفتوح، اتلمت الناس عادي يعني زي فيلم الكتكات. محفوظ الحكايه ما هيش سهله بصراحه، انا خايف على عيالي، عيالي دول يبقوا عيال اختك، اذا ما كنتش خايف عليا انا واختك خاف عليهم، او خاف على البوقه اللي انت جايبها معاك دي بتقول عليها ابنك دي. ايه اللي بقول عليها ابني؟ جايبها من البحر انا ولا ليها جنب الحيطه؟ جري يا حامد. خلاص يا سيدي ليك عليا مش هتكلم، يلا عشان نلحق نصلي الفجر. يلا في ايه؟ انت برضه هتنزل الجامع تاني؟ قلت لك خلاص هنكتم خالص، يلا. طب ما تخش تاخد لي جلابيه من جلاليبي. لا يا ابويا، لا 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 الا جلاليبك. لا يا عم، لا 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 كفر الله الشر جلاليبك. انا بكره ان شاء الله هاخد عبد الله وننزل بقى نشتري بعض الملابس الجديده، ان غدا لناظره قريب.
طب بقول لك ايه؟ تريح النهارده يعني ما فيهاش حاجه يعني. يلا يا عمود، يلا يا باده، يلا حبيبي، يلا بابا، يلا يلا هنزل وراك على طول. يلا يلا بابا يلا. حاضر فوزية. يلا يا باده، انت والمخروب ده في اي حته. اخيرا اخيرا ضحكت يا محفوظ، اخيرا. الله يحز جوزك بقى. اللي بالحق يا فوزية، انا ازاي وافقت ان اجوزك حامد ده؟ النصيب بقى يا محفوظ. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده المرة دي شكلها مش هتخلص على خير. أسعاد الباشا، أسعاد الباشا، أنا كنت داخل الجامعة أصلي الفجر عادي يعني. صلاة الفجر ما غير مؤاخذة يعني فيها خطر على الأمن العام. واللي ظهروا معاك في الجامع؟ أنا مالي ومالهم؟ ما أعرفهمش. أنا يا دوبك حاطط رجلي في الحارة بقالي كام يوم. هعرف دول إمتى ومنين وفين وإزاي؟ هما يعرفوك يا محفوظ، هما يعرفوك، وإلا ما كانوش جم وراك مخصوص لحد الجامع ده بالذات. حتى بالأمارة قالوا لك يا مولانا الأمير. هي غريبة صحيح يعني. طب ما تسألوهم. أدينا بنتنين نسألهم واحد واحد. واحد واحد دول كتير قوي يا باشا. ربنا يديك الصحة يا رب. شوف يا محفوظ. أيوة. أنت مش هتخرج من هنا غير لما اعرف اللي وراك. قانونا قانون الطوارئ بيعتبر ان اي تجمع لاكثر من 5 يبقى خطر على الامن العام الا ان يثبت العكس. ودول بقى بسم الله ما شاء الله سجلاتهم كل سجل منهم يفرح. ربنا زيدهم يا باشا. انت اتحرك. سيادتك مش سيادتك مش عايز تصدقني. انا عايز امشي جنب الحيط وجوه الحيط كمان لو اقدر. الحيط هو اللي مش عايز. اعمل له ايه؟ اهده؟ ربنا يهده يا اخي. بص بقى، انت شكلك كده على بعضك مش عاجبني. حتى ساعتك سبحان الله، دقنك دي ولبسك ده وطريق كلامك كلهم بيتكلموا زيك. ايه؟ عايزين توصلوا لنا رسالة؟ عايزين تقولوا ايه؟ قول يا محفوظ، عايزين تقولوا ايه يا زلطة؟ بالاخر كده انت مش هتمشي من هنا الا لما نعرف علاقتك ايه بالناس دول. خلاص بلاش، خليني قاعد هنا احسن. احسن بعدين ما دقني يعني فيها ايه؟ بلا دقيك في ايه ابدا؟ بعدين القعد هنا احسن بصراحه، بدل ما اتعب ساعتك كل شويه تروحوا تجيبوني من باب الخلق رايح جاي رايح جاي كده احسن. والله مش عارف من دقيك في ايه دقني، حاجه غريبه جدا. بالاماره ساعتك يعني بالنسبه للشيخ حامد وزوجتي، ما تعرفوش انتوا وديتوه فين دلوقتي؟ يا اخوانا يا هلا الله علينا. تعالى يا اخوانا يا هلا الله علينا. حد يعبرني بس يقول لي انا تهمتي ايه؟ والله بعقلي هذا انا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. والله ان ثلاثة ما اذنبت في شيء. منك لله يا محفوظ، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي
عليهم. تعالي تعالي ماشي يا ابو علي، تعالي لنا ثاني زاد الجديد يا معلم. ماشي يا عم الدكتور. خلاص خلاص ما خدت الطريقه بتاعك. في يا ابني مش هسيبهم في حاجه يا رجاله، مش حاسبهم. عارفهم، عارف اهليهم وعارفهم تلميذ تلميذ واحد واحد. مش حاسبهم، مش حاسبهم. حاضر حاضر. شوف الجرح اللي خلاص اللي لو سمحت لو سمحت اذا كان ممكن حته تلج وشويه بن. حته تلج وشويه بن الله يخليك. حاضر. لا 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 ان شاء الله جرح سطحي ما فيهوش اي حاجه ولا اي بتاع. ايوه ايوه كل ده ومفيش حاجه. الدم خفيف قوي يعني مفيش حاجه خالص. كل ده ومفيش حاجه. مفيش حاجه ده. انا شويه شويه هعوم فيه. ايوه بس هتحط ايه ده؟ ولا حاجه مش هتبون. هيوجعوني. ايه بقى يا سيدي اللي حصل بقى؟ انا هقول لحضرتك على كل حاجه. سمعت منهم حاجه ولا حاجه؟ سرقت منهم حاجه؟ لا ابدا ابدا. ايه في بينك وبينهم طار بعيد؟ اطلاقا. امال عملوا فيك كده ليه؟ دول ايه ده؟ تلاميذ عندي في المدرسه. تلاميذ عندك في المدرسه؟ ايوه. يا عم سيدي انت بتشغل مدرس؟ لغه عربيه ودين كمان؟ ايوه. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. امال التلاميذ دلوقتي بقوا بيعملوا كده في اساتذتهم؟ ايوه. ده انتوا الحاله تضحضر بيكم قوي كده. ليه وليه 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 بقى؟ ها تمن الملزمه هيغلى من 8 جنيه ل 10 جنيه. ليه وليه؟ ما كل حاجه بتغلى. ايوه طبعا. الورق بيغلى صح، والحبر بيغلى، مش معنى العلم يعني مش هيغلى. استحملني في دي. ماشي. العلم لا يقدر بثمن. أيوة. يا استاذ اسم الفصيح ايه؟ ايوه حسن حامد الطحش. ايوه ابن فوزية. انا ايوه فوزية. الله احنا هنجيب سيرة الام يا اخينا. ما تحترم نفسك شوية. انت ما تعرفنيش لك حق ما تعملناش قبل كده. هيطلع فيلم هندي في الاخر وهتطلع ابويا ولا ايه؟ مش بالظبط. ايوه يعني مش ابوك ابوك يعني. انا باعتبار يعني ان الخال والد. معلش اهدى اهدى بقى. حضرة خلاص خلاص. بح بح بح. أنت خالي الذي في ال... أيوه أيوه. أنا خالك الذي أنا محفوظ محفوظ زلطة. خالي محفوظ. صدحي. لا بتوجع دي بتوجع دي. طمني هيبقى كويس يا محفوظ. يا فوزية أنا بالي 20 سنة في حرب ما خلصتش ما بين إصابات وضحايا. مش أي حاجة زي الفل. حتى الجرح أهو الجرح مش باين حتى. أمال الصداع ده من هي يا خال؟ فينا صداع صداع يا محفوظ. شوية دلع مرق مش أي حاجة. ما تسترجل شوية بقى يا حسن، عايزين نتفرج على التلفزيون يا أخي. معلش يا خال بقى، أول مرة تشوفني وأنا مضروب كده. مين؟ من تلامذتك؟ عارف يا سيد حسن؟ إيه؟ أيامنا برضو كان المدرس ليه هيبة كده وقيمة، ما كانش حد يستجري يوم ناحيتي. إحنا ما نوعاش بقى على الأيام دي يا خال. سلامتك يا من أخوك. من أيام زمان، أيام ما كنت تلميذ في المدرسة كنا بنجنن الأساتذة. لكن حد يمد إيده على أستاذ عمرها ما حصلت. هو ده التطور الطبيعي. ولسه يا عالم يا عالم بكرة هيحصل إيه تاني؟ يوه ما توطوا صوتكم شوية، يا ما خشوا اتكلموا جوه. أنت يلا يلا قوم معايا يا حسن. يوم عليك على فين يا فوزيه؟ على المستشفى نكشف عليه نطمن ان ما جالوش ارتجاج في المخ ولا حاجه. مستشفى يا فوزيه وارتجاج في المخ ايه؟ ما هو قدامك اهو زي الطور ما فيهوش اي حاجه. وانت يعني كنت دكتور يا محفوظ؟ ده انا عايزه اطمن. يا خالي ما تتعبش نفسك معاها واتنهل، هي امي كده بتخاف علينا من هوا الطاير، فاكرانا عيال في اللف. لفه ايه بس يا منى؟ ده بسم الله ما شاء الله اهو عامل زي الطور. والله التنام ده لهم حق يضربوك. اتريقوا زي ما انتوا عايزين. برضه هتنزل معايا يا حسن؟ لا 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 يا ماما، لا يا ماما لا. كان بودي والله يا ماما، لكن انا لازم انزل دلوقتي. اصل انا عندي مجموعه ولازم الحقها بدل ما يطلعوا عليا سمعه اني بضرب بواعيد. ربنا يجعل نجاحهم على ايديك يا مستر. ايه ده معقول هتنزل تشتغل وانت مبطوح كده يا ابني؟ نعم. لا وقت للراحه. السلام عليكم. سلام عليكم.
عبد الله، عبد الله نازل فين يا محفوظ؟ مش نازل، طالع. يا اخي تعال. عارف عبد الله، انا لو رجع بيا الزمن كنت هختار ابقى مدرس برضه. وانت بتدرس الاولاد عبد الله يبقى لك هيبه كبيره. ولا لما يقف قصادك بقى ولي الامر مستني نتيجه الامتحان. هو هو هو. انت نفسك تطلع يا عبد الله امير بازر؟ امير بازر عظيم عظيم عبد الله. انا عبد الله كان نفسي اطلع ازهري. ما نفسكش عبد الله انت كمان تدخل الازهر؟ جاز ازهر ابتي، جاز ازهر ابتي. الازهر عبد الله هو منارة العالم الإسلامي عبد الله. لنا على الترطاب دي يا يحيى. ازاي سعادتك؟ دي كارثه. بالعكس، ده احسن وقت ننزل فيه الشارع نحتوي تبعات الانفجار، نوعي الناس، نفهمهم حقوقهم وواجباتهم. غير كده نعمل قاعده شعبيه لينا تنفعنا في الانتخابات الجايه. يا فندم دي لسه مفيش حاجه في السياسه اسمها لسه. اللي هتزرعه النهارده هتحصده بعد سنة أو سنتين. أنت من باب الخل؟ أيوة يا فندم أنا من باب الخل. ده أحسن مكان تبتدي منه. طبعا طبعا يا فندم. العالم مش كده؟ ايه يعني دي؟ هيذبحوا بعض، مش فاهمين حاجة، هيموتوا بعض، اعمل حاجة يا محفوظ. قول يا عبد الله. ايه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ يا اخوانا يا عالم يا عالم معقول اللي بيحصل ده يا جماعه؟ حرام عليك، حرام عليكم. انت يا عالم يا عالم يا عالم فوق يا مصري، فوق يا عالم.
بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده حرام؟ يا اخوانا حرام عليكم، كفاية. انتوا مصريين؟ انتوا مصريين؟ انتوا حضارة 7000 سنة؟ حضارة عمر ما مصري قتل مصري عشان خاطر اختلاف في عقيدة ولا في دين ولا في ملة. اختلافنا في الجوع، في القرف، في حكم الحكام الظلمة، لكن عمرنا ما قتلنا بعض عشان خاطر عقيدة ولا عشان خاطر دين. حرام عليكم. فوقوا بقى، فوقوا. حد يقدر يقول لي دم مين ده؟ مسلم ولا مسيحي؟ ها؟ ليه بقينا بنكره بعض كده؟ ليه بقينا بنزل في بعض كده؟ ليه بقينا واقفين على بعض على الوحدة؟ ليه يا اخو؟ هات يا ابني، هات دي، هات. روح، تعال 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 صبحي، امسك امسك، اقتله. يلا يا جدعان، ورونا الهمة، ورونا الجدعنة والمرجلة، اقتله. اقتله، اقتل اخوك، اقتل جارك، اقتل بني ادم. مفيش دين في الدنيا يا اخوانا قال كده. حرام عليكم بقى. يا عم مينا، يا عم مينا، احكي لهم احكي لهم الحاره دي كان شكلها ايه. اقول ايه يا محفوظ؟ اقول ايه؟ احكي لهم على الجامع اللي في اول الشارع والكنيسه اللي في الشارع اللي ورانا. احكي لهم، احكي لهم على الحروب، الحروب اللي خضناها لما كنا بنقف في الخنادق جنب بعض، ما كانش حد بيسال العسكري اللي جنبه انت مسلم ولا مسيحي. سبيل الميه اللي في اول الشارع ما بيسالش اللي بيشرب منه انت مسلم ولا مسيحي. رغيف العيش اللي بيطلع من الفرن ده ما بيسالش اللي بياكله انت مسلم ولا مسيحي. يا اخوانا فوق، يا اخوانا فوق. لا جوع ولا عدو ولا جن احمر ممكن يدمر البلد دي، لكن اللي بيحصل ده، ده اللي يدمرها. في يوم هنتعرض كلنا امام الواحد القهار، وهيسالنا على اللي عملناه في دنيتنا دي. هنقابله ازاي وكل واحد فينا شايل دم اخوه على ايده؟ ربنا يكرمك يا استاذ محفوظ. بلدنا حلوه يا اخوانا، حرام عليكم يا اخوانا. حبوها، حبوها يا اخوانا. حرام عليكم يا اخوانا، حرام عليكم يا اخوانا، حرام عليكم يا اخوانا. الرب يبارك فيك يا محفوظ، الرب يهديكوا يا جماعه. جاهزه؟ يلا صور 4 3 2 1. وهكذا، فإن عودة محفوظ دلطة بعد هذه الأعوام الطويلة كانت بمثابة طوق النجاة لحقن الدماء بين أهالي باب الخل. حتى إشعار آخر، كانت معكم ولاء الشريف، حارة نوفل، باب الخل. تفضل التقرير يا فندم. نعم، اتكلم تاني. السلام أمانة يا سي محفوظ، ربنا يطمنا عليه يا رب. مع السلامة يا سي فوزان. الله يسلمك يا شاكرين، هنمشي منكم ولا مدخلتكم علينا؟ يا سلام يا سلام يا محفوظ، يصور دينك يا أخي. والله بعقد الهاء أول مرة تعمل حاجة حلوة من يوم ما رجعت. بص، ما دام بعيد عن الجامع اعمل اللي أنت عايزه وعلى رأي جحا،
قالوا له مش عارف ايه في بيتك، قال لهم مدام بعيد عن مش عارف ايه خلاص. ايجو ايدي وانا ايه اللي بعيد عني وعبير ايه يا عبادة ايه يا عبد مش كده، وانا عملت ايه يعني؟ هم اللي كانوا حيموتوا بعض من شوية بيعلقوا زينة رمضان مع بعض. كل سنة وانتوا طيبين. عارفة فوزية انا حاسس كأني رجعت النهاردة، بس الناس ناس طيبين وفيهم الخير. يا سلام، لا فض فوك يا خالي، لا فض فوك. صحيح، بالرغم من انك اتكلمت بالعامية لكن كلامك دخل الى قلبي وتسلل. سلام عليك. كل عيش يا خال، اي سكة يا سكة كل عيش، مش فاهم يعني ايه الكلام ده. ليه انا ما كنت سبتهم يموتوا بعض يا خالي؟ ها على الاقل البلد تنضف، دول ناس جاهلة ما بيفهموش، والقتل حلال فيهم. القتل؟ انت عارفة يعني ايه قتل؟ القتل مش حلال في حد يا بنت فوزية، القتل حرام على الكل. والله بقى ده رأيي وانا حرة فيه. كلمي خالك عادل، كفاية احنا مستحملينك. وعلى ايه يا ست؟ هسيبها لكم مخدرة، انا نازلة رايحة الدرس. مخدرة؟ رايحة الدرس؟ ايه التربية دي؟ مش عارف تربي ولادك يا عبادة؟ مش عارف تربي ولادك يا فوزية؟ معلش يا خالي. درس ليلة رمضان؟ ما بكره الرؤية ماما، النهاردة ليلة الرؤية، يعني رمضان يا بكره يا بعده. في كل الأحوال هي ليلة مفترجة حيث يحلو السهر والاستذكار. وأنت عندك شغل برضه عند المحامي بتاعك ده لحد الصبح؟ لا لا لا، أصل مكتب المحامي بتاعي بيقفل في رمضان بقى. شغل على العيد إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. إيه ده؟ محامي ايه ده اللي بيقفل في رمضان؟ يا سلام. وده بس ان المحامي بتاعنا ايه يعني دماغه متكلفه، بيحب يتفرج على مسلسلات رمضان. هنشتغل بقى ولا نتفرج على مسلسلات؟ ها لا، المسلسلات اهم طبعا. طبعا المسلسلات اهم. عبد الله، بكره معلوم رمضان. صيام 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 صيام. عبد الله وطوا صوتكم بقى، برنامج عمرو اديب هيبتدي اهو. مين عمرو اديب ده؟ هو مذيع كويس زملكاوي. وزي ما حضراتكم شايفين احنا النهارده مبتدئين بدري قوي، البلد ما بتهمتش، احداثها كتير. وقبل ما نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، عندنا التقرير بتاع كل سنه، تقرير شوبينج رمضان، الفستق واللزدق والرزدق، وكل واحدة تسأل أي واحدة جبتي حاجة رمضان؟ نفسي أفهم إيه هي حاجة رمضان. وسؤال المهم، أنتوا بتجيبوا الفلوس منين؟ أرجوكم ابقوا معنا. بريك. ده سكريبت التقرير اللي جاي. إحنا عندنا 7 تقارير يا كريم. اللي عندي 6 بس. طبعاً اللي مش جاهز أكيد بتاع الحديد. حد يشوف لنا الشريط ده راح فين يا دكتور؟ حد يشوفه يا جماعه. ايه ده؟ الشريط مش موجود؟ حد يبعت يجيبهولي بسرعه. يلا يا استاذ. الحته في البلد كانت وحشاني. طلبك مرفوض يا امير. يعني ايه؟ انا بقالي سنين ما نزلتش بلدي. بلدك؟ بلدك؟ بلدك مش عايزاك. قلت ايه؟ ايوه انا عارف ان هما منعنا من اننا نرجع، بس انا ممكن اخش من حدود السودان زي كتير قوي من اخواتنا ما عملوا قبل كده. وفي ملعنة فينا تعك من هذا الهراء. أنت تعلم أكثر من غيرك أن الظروف غير مواتية، وأننا نستعد لضربتنا الكبرى. بقالنا سنين بنسمع الكلام ده. لا تتعجل. ده أنا بقول لك أنا عايز أنزل أجازة وأرجع تاني. الله، أمال لو بقول لك أنا هنزل ومش هرجع كنت هتقول إيه بقى أبو حفص؟ كان من الممكن أن تأخذ قرار كهذا من قبل، يعني قبل أن تطلع على أسرارنا وخططنا. أما الآن. أما الآن؟ أما الآن إيه يعني؟ الآن أنت هنا معنا.
شئت أم أبيت. ولو إذ اضطررنا أن نثنيك عن نيتك بالقوة فسوف نفعل. قوة؟ استعد يا أخي، استعد وتأهب لكي تصبح واحدا منا، محاربا سنديدا لا يشق له غبار، ومقاتلا شجاعا لا يهاب الموت بل الموت يهابه. لا تخذلني يا أبا عبد الله، لا تخذلني. على فين يا أبا عبد الله؟ لا أبدا، أنا كنت بتمشى، يعني الجو جميل والهواء منعش. يعني أنتوا كده بصلاة على النبي اللي كنتوا رايحين فين؟ يا سبحان الله. وإحنا كمان خارجين نشموا شوية هواء. قبل في جنة الخلد يا أبي. عايز تفجر أبوك الأفضل ليه كده؟ ليه كده يا أبني؟ محفوظ ولا ترى الأبد. يا قلبه، ابنك جعفر لبسك حزام القنابل بإيديه للدرجة دي؟ أكتر. ونفدت منها إزاي يا محفوظ؟ هربت ولا إيه؟ ما قدرتش. أنا رحت فعلا لموقع التفجير، وهناك بهذه العملية سوف نعرف جميعا مدى إخلاصك لنا وإيمانك بقضيتنا يا أبا جعفر. ومعرفتكم دي يعني هتفيدني بإيه؟ بعد ما تقول يعني الله يرحمه كان مخلص ووفي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. لقد أعددنا البيان الذي نعلن فيه مسؤوليتنا عن التفجير، وإنما تقرأه وتطلع عليه ستشعر بالفخر الشديد يا أبا جعفر. أنا عملتولي أساسا من كتر الفخر الشديد. وبعد تنفيذ العملية ويشوفك العالم كله وإنت بتعلن مسؤوليتك عنها، أدي إيه يا أبا جعفر؟ أدي إيه حتحسسنا بالافتخار الشديد؟ نعم، أعلن مسؤوليتي عن المهمة
بعد ما نفسها ازاي؟ ما انا هكون خلاص بقيت فرافيت، جيت في حته وعيت في حته ورجل في حته يعني ازاي يعني؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اخ شديد جدا، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اشهد ان لا اله الا الله. أنا محفوظ، أنا محفوظ عبد العزيز زلطة، أنا بنتمي لتنظيم الإخوة المجاهدين الأفاضل، وأنا اللي هفجر نفسي زي ما أنتوا شايفين كده، في هفجر نفسي في موقع من المواقع. أنا فخور طبعا، فخور جدا إن أنا بعمل كده، كل حتة في جسمي مهما ما تتفتت هتبقى فخورة، هتبقى فخورة بتفجيري. وكل اللي أنا بقوله واللي عايز أقوله إن ربنا سبحانه وتعالى على الظالم والمفتري وابن الحرام، اللهم أهد كل عاصي يا هادي الكريم، اللهم أهد كل عاصي يا رب. الناس دي كلها هتموت بسببي، الراجل اللي راجع بالاكل لعياله ده، والست الحامل دي، والعيال اللي بيلعبوا دول، كل دول في لحظه هيبقوا، لا حرام حرام والله، القتل حرام يا ناس، القتل حرام والدم حرام. لقد نجح في الاختبار حتى الآن. إنه يهددنا علنا، لكن ما مدى معلوماته عن الضربة الكبرى؟ إذن وجب تأجيلها، لكن إنه ضرب من المستحيل بعد سنوات من الإعداد والتدريب. أبلغ أبا خليفة أن عليه مقابلته في أسرع وقت، وأن يحتاط بالشدة، وأن عليه أيضا أن لا يمس الصغير بأي سوء. يا رب يا رب، أنا طلبت المساعدة والعون، لكن ما طلبتش حاجة كتير قوي قوي، كتير ده كتير قوي، وفوق يعني ما أنا بتسير أي حاجة خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محفوظ خير يا عم مين؟ أنا عايزك في موضوع خطير 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 جدا جدا جدا. يا ساتر يا رب، للدرجة دي؟ آه للدرجة دي، تعالى معايا. تعالى حاجات دي لقيتها هنا في الجراج. ايه زبون نصاب عندك؟ زبون مين يا محفوظ؟ يا العربيه دي بتمشي بقى لها 6 اشهر. امال هيكونوا بتوع مين الجراج ده؟ مين اللي بيخشه، انا او رامي؟ رامي؟ رامي مين؟ ابن شريكك؟ معقول؟ ازاي ومنين؟ اقول لك، وبعدين بعد كده دعبست وفتشت لقيت الحاجات دي كمان. الحاجات دي ايه؟ الله، دي حاجات حريمي.
هو بيعرف ستات؟ لا يعرف ستات ولا بيتنقل على عينه، بس عاوز اقول لك ان محل السائغ اللي دخلوه سرقوه كانوا لابسين ملابس منقبات، ودي ملابس منقبات. يكون حرام يعني؟ حاجه تانية عايز اقول لك، الواد الفلوس جريت في ايده جامد قوي، وغير الموبايل بتاعه وبيشتري هدوم جديده وبيلبس جزم شيك يا محفوظ. لا معقول يكون حرامي؟ طب ما سالتوش ليه يا ابو مينا؟ اساله ازاي؟ اتلهيت ايه؟ ما العربيه واقفه مركونه بقى لها 6 اشهر، ايه اللي لهاك؟ مش اكلمه، ازاي اكلمه عن الحلال والحرام يا محفوظ؟ طب ايه يا عم مينا؟ خلاص انا هساله. انا طب انت يعني هتعمل ايه؟ انا هكلمه بس هو اسمعني، ممكن يكون بريء برضه عم مينا، ما نظلموش لغايه لما نتاكد. سيب بقى التاكيد ده على الله وعليا. يلا لم الحاجات دي. انا لمت الحاجات دي، انا ما اقدرش اشيل الحاجات دي. خلي الحاجات دي عندك يا محفوظ، انا ما استأمنش حد غيرك يا اخي. عندنا؟ اه والنبي تخليها عندك. متأكد أنا لا أحد يتبعك. عيب. وصلتني رسالة من الأمير تقول أن أبا عبد الله يريد رؤيتي. هو قال لي إنه بديني فرصة يومين يخلصوا بكرة الصبح، وقال لي يا إما كده يا إما هيقول على كل حاجة. بلغوا اني موافق. طيب امتى وفين؟ بلغوا ما اقول لك بالحرف الواحد دون زيادة او نقصان. حاضر. ايوه ادخل. في ضيف جاي لك بره. مين يا فوزيه؟ الجدع المحامي صاحبك بتاع زمان. سلام الخبر من رب الرحيم. نصر؟ اه يبتهيلي هو. طيب جاي. بالأفوكاتو. منور. النور نورك يا غالي. سبعة على ضبع. سبع طبعا. صحيح. الراجل وافق. امتى وفين؟ لا لا، امتى وفين دي مش بتاعتي انا، دي بتاعته هو. هو هيتصل بيك بطريقته ويحدد الميعاد. اجراءات امن بقى، ما انت فاهم. لكن انا مديكم مهله لبكره الصبح بس لغايه ما احدد الميعاد، لكن المقابله ده ميعاد تاني ولا ايه؟ عقر يا نصر، عقر صحيح.
إنما قول يا محفوظ أخويا، أنت عايز تقابله ليه؟ ممكن أعرف؟ مش مهم تعرف، المهم إني أقابله. شوية الدنابين دول فضت خيرك، أنا خرجت بيهم من عند خليل، عارفه طبعا، صاحبك خليل سعد، ها؟ أبو وليد تليك برضو اللي سفرته هو آخر، بس واد عنده ضمير بصراحة، يعني ديناميت من أفخر الأنواع، أي صوت يعلى أي حركة كده ولا كده كلنا هنروح فيها كده شيلة بينا مع بعض، زي ما قال شمشون الكبار عليا وعلى أعدائي يا رب. أنت عايز يا محفوظ؟ كويس أوي إنك سألتني عايز إيه، هقول لك أنا عايز إيه يا غالي. ابني يا نصر عبد الله. انا مالي بس ومال ابنك ابو عبد الله؟ بلاش نلف وتدور وتعمل عليا شويتين بتوع عبدول، يا نصر الوقت بيجري والواد ممكن يكون على الحدود دلوقتي، هتكون دي نهايتك ونهايه عيالك ومراتك. فهمني بس، فهمني. ما فهمش غير حاجه واحده بس، ابني وابو خليفه فين يا نصر؟ ما هو انت لو تديني فرصه. فرصه ايه؟ اخر مكالمه ليك كانت مع ابو خليفه وسهلت له حاجات كتير قوي يا نصر. لو تهمك حياتك وحياة عيالك ومراتك اتكلم يا نصر، اتكلم. هيقتلوني يا محفوظ. كده ميت وكده ميت، يبقى قبل ما ننفجر كلنا بقى الفاتحة على أرواحنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. حاضر حاضر حاضر، أنا هتكلم، بس فكني في الأول عشان عايز أعمل مكالمة تليفونية. هفكك وهتعمل المكالمة، بس هتفتح لي سبيكر عشان أسمع، زي ما بيقول يعني حرص ولا تخون يا غالي. عايزين ياخدوا مني آخر خيط ربطني بالدنيا. عبد الله ابني يا ما تأخذنيش يعني يا محفوظ، ما أنت اللي جبته لنفسك يعني، أنت عملته معهم ده كان قليل. بعدين يعني انت فاكر انهم كانوا هيسيبوك تسرح وتمرح وانت راجع بالشيله الخطيره دي من عندهم؟ كان لازم احمي نفسي واحمي ابن عبد الله. يا روح ما بعدك روح. لا ايوه ايوه كويس، بس يعني انت هددتهم وقال ايه عن طريقي، وانا بيني وبينك وصلتهم الكلام زي ما انت قلت لي بالظبط. يا سلام، هم يعني كانوا سابوني في حالي؟ ده انا اول ما رجلي دبت على ارض البلد دي شفت ابو خليفه وعرفت ان اللعب ابتدى. واللي يلعبك لعبه. اه وانا اتعك في وسطيكم، لان اللعب ما بقاش قانوني، الضرب كله بقى تحت الحزام، واللعب كله كوما نصر، وابن عبد الله لوحده كوم تاني. اقسم بالله يا نصر لو جرى له حاجه او حد بس شعره من راسه ما هيكفيني دم حد، وهقلبها خراب ونار على كل العالم، على كل العالم. يا استهدى بالله، استهدى بالله، استهدى بالله محفوظ. المال الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خلاص احنا على وشك ان احنا نوصل اهو، الدنيا على وش الفجر وخلاص هانت. والعربيه دي تبعك؟ عربيه ايه؟ وانا شايف حاجه في الليله الكحل اللي احنا فيها دي. ايه ده؟ في ايه؟ يا محفوظ، يا محفوظ يا اخي بلاش الهزار السخيف اللي انت فيه ده. المفاتيح يا محفوظ، هروح ازاي بس يا محفوظ؟ بلاش الجهاز تقيل ده بقى. يلا انزل يا نصر، انزل يا نصر، انزل. انزل اروح فين؟ معايا يا نصر. تروح فين يعني معايا؟ لا 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 لا، ابوس ايدك، انا جتتي مش خالصه، كفايه بقى الوعكه اللي انا موعوكه بينكم دي. يعني عايزني اسيبك لوحدك كده هنا واديك ظهري عشان تاني يا نصر؟ تاني اقسم بالله العظيم يا محفوظ. من غير ما تحلف يا نصر، من غير ما تحلف، انا عايز منك خدمه غالي المره دي، وريت بقى ما تكسفنيش كل مره. خدمه ايه دي بقى ان شاء الله؟ وهكذا نستطيع التحرك من الان. من الافضل ان تنتظر حتى اول النهار حتى تنال قسطا من الرحم. الوقت لن يسعفنا، من الممكن أن يعثر علينا الأمن في أي لحظة. لا تقلق، نحن هنا بعيدون عن أعينهم تماما. من؟ لست أدري، أنا لا أنتظر أحدا. تأكدت من أن أحد لا يتبعك؟ أقسم لك على هذا.
حذيفة. من؟ افتح. أستاذ نصر. أيوة زفت. أمال فين أبو خليفة؟ أنت الذي أرسلتني له بال. يا راجل بلاش كلام فاضي وهرتلة. فين أبو خليفة؟ ما الذي جعلك تأتي بنفسك؟ أنا اللي أقطعك يا أبو خليفة. أوعى تمد إيدك بسرعة. ابعد ابعد. أنت عارف كويس أوي إن العيار بتاعي ما بيخيبش. أظن جاي الوقت المرة دي إن أنا أقول لك والله زمان يا أبو خليفة. تعقل يا أبو عبد الله، فأنت تلعب لعبة خاسرة. قلت لك إني حوصل لك يعني حوصل لك. أنت اللي لعبت وخسرت. وبمناسبة أبو عبد الله بقى، فين عبد الله؟ هددتني بالقتل ايضا. لكي تصل الى عبد الله يجب ان تعبر فوق جثتي. انا ما بهوش يا ابو خليفه. فين عبد الله؟ عبد الله. صفي حسابي معك قبل أن أتصرف. حسابي ولا إيه؟ أنت لقد أفسدت لي أول مهمة في حياتي. أنت النقطة السوداء الوحيدة في تاريخي. يا رب دائما. كان يمكن أن أتخلص منك قبل أن تفيق، لكن للضرورة أحكام. وإيه ضرورياتي بقى بالنسبة لك؟ لا تراوغ يا أبا عبد الله! لا تراوغ، فأنت تعلم جيدا ما أريد. عايز الشفرة؟ نعم، الشفرة ستكون عودتي بها للإخوة نصرا مبينا. نقطة بيضاء أمسح بها النقطة السوداء. انسى انسى. حتى لو تعرض عز مخلوق لديك لخطر جسيم. أمين. لا تخاف، ما تعملهاش. مش لأنك جبان لا سمح الله، لا. أنا عارف إن قلبك ميت، لكن مش هتقدر تقتل حفيدي الأمير أبو حفص السوري. مش هينساها لك. Ha 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 ha!